السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انخفاض جديد بحالة الجو غدا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 29. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء انخفاضا جديدا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وإن حالت الطقس ليلا فيسود الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق متقطعة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة 29-15، الإسكندرية 24-15، مطروح 20-16، سوهاج 35-23، قنا 38-25، أسوان 41-29. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.